سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذي الليله معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم شكرا 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 مساء الخير مساء الخير مدينة ميلا الجميلة وطال انتظاري على بالي وطال انتظاركم كذلك عمو يزيد كان من المفروض يجيكم منذ فترة والله لظروف تأخرنا ولكن الناس بكري يقولوا المليح يطول ولا لا ولادي المليح يطول اذا عمو يزيد سعيد جدا 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 بلقائكم هنا في هذا الحفل الرائع 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 واحنا في هذا الشهر شهر الطفوله شهركم يا احبائي دائما نتكلفوا بالطفل ونتكلموا على حقوق الطفل يا اخي ولكن الاطفال عندكم حقوق وعندكم ماذا ماذا واجبات حقوق و واجبات برافو ولدي برافو إذن من واجبنا كأطفال واش نديرو احترام الغير الانضباط المثابرة طاعة الوالدين يا أخي أحبائي تعرفوا الأغنية تاع الواجبات ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ويلاتي لم أقم ستعاقبني بأشد العقاب ما كنتش حافظينها حافظينها ولا لا شكون اللي حافظها غنوا معايا ويلاتي أحبائي قبل بدء الدرس قالت شو اللي يعرفها تعرفيها وراء الميكرو الآخر عطولي الميكرو الآخر عطولي الميكرو نتكلم معها عطولي الميكرو عطولي الشابة هذه غني معايا بنتي غني ألا واسمها واسمك واسمك ألا الله يبارك شحال في عمرك ألا 6 سنين شحال 6 سنين 6 سنين الله يبارك بنتي الله يبارك غني لي تشوف ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي أشد العقاب ضيعت قبل بدء الدرس قال
قالت أروني واجهكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكاء. أبكامو أبكاءو أبكاءو. شكون اللي حفظ لك هذا أبكاءو قبل بدء الدرس؟ قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكى. مو أبكى أكبأ أكبأ أبكامو أبكامو. برافو ألا أبكامو بنتي، برافو برافو. ما زالك حافظة الغنية؟ خلاص غني معايا، يلا أعطونا الغنية هذه. ويلتي يا ويلتي. لأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي لأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو برافو برافو. شكرا شكرا ألا، شكرا بنتي. برافو برافو بنتي، برافو برافو. شطرة شطرة. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي. أحبائي احنا رانا هنا اليوم في هذا العرس وهذا العيد وهذا، أنا كل حفلات عمو يزيد دائما يكون فيها رسائل. احنا ولادنا المشكل 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 أننا بالمرات يجبنا بالنا باللي الطفل يتربى وحده. لا لا، الطفل ما يترباش وحده. الطفل يتربى في العائلة، في المدرسة، يتربى بالنصائح، يتربى بالموعظة. احنا اللي لازم نربي ولادنا. على بالكم واحد النهار كنت نتكلم مع واحد الإنسان مختص في التربية، تكلمنا على واحد الموضوع مهم جدا. هذا الموضوع هو هل في يوم ما ولدك ولا بنتك كيقوم بخطأ ما، مثلا يدخل متأخر للبيت، مثلا ما يقادرش الكبير، مثلا مثلا ما يوقرش الكبير، مثلا يرفع صوته في الحي، مثلا ما ياخدش الإذن لما يحب يتكلم،
ولكن الأولياء السؤال اللي نطرحوه على بعضنا بعض هو هل في يوم من الأيام قلنا لأولادنا هذه النصائح؟ يا ابني لا ترفع صوتك، يا ابني وقر الكبير، يا ابني اعطف على الصغير، يا ابني لازم تكون خلوق، يا ابني لا تكذب، يا ابني ما تدخلش متأخر للبيت. بالمرات نحسب أولادنا على أشياء احنا ما قلنا لهمش، يعني ما عطيناهمش النصائح. أنا نسميهم الأسلحة، لازم نسلح أولادنا بالتربية والنصائح. هذه الأغنية هذه علاش بديت بهذه الكلمات هذو؟ لأن كاين أغنية طفل يتساءل يقول يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يسقسي الطفل ما يعرفش، الوالد نتاعو يقول له لما تخرج من بيتك، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك في الحي. برافو، لا ترفع صوتك بالحي. لماذا؟ فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. ومن بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يعود باباه يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. وش يقول له؟ لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، علموا أولادنا يلقيوا السلام. لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. إذا تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يلا معايا الاحترام كامل. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي. فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ارفع صوتك بالحي. فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما. لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما. لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. ابني فمعنى في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا شكرا. حتى تستأذن من فيه
أو تسمع منهم ردا. أحبائي، نعلم أولادنا طرق الأبواب حتى في البيت، لما يدخل على الأهل، لما يرجع من المدرسة طرق الأبواب، يتعلم ياخذ الإذن. هكذاك من في المدرسة كي يروح للمدرسة لازم يتعلم أنه ياخذ الإذن وينتظر حتى زملائه يكملوا باش هو يبدأ يهدر. أحبائي، مهم جدا جدا. Thank you.
كاين واحد الأغنية أنا شخصيا نحبها بزاف بزاف بزاف، علاش؟ تقول فيها سألوني من أكون في الشرق والغرب، تعرفوها؟ سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. وما أدرك ما الجزائر أحبائي؟ قوة الجزائر في وحدتها، احنا كامل خوة، ما كانش هذا سطيفي، هذا قسنطيني، هذا الشاوي، هذا من غردايا، هذا الترقي. أحبائي كلنا جزائريون ونحب بعضنا بعض. على بالكم ثورة التحرير سر نجاحها كان في الوحدة نتاعها، كل الجزائريين كانوا على كلمة واحدة. إذن أحبائي سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني تغنوها معايا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، كمل. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. يلا كمل معايا. في الشرق والغرب قلت ألا ترون إني جزائري، وما أدرك ما الجزائر. يلا حبائي كمل تغنوا معايا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كلهم ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كلهم ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون
في شمالي وجنوبي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري. أعطونا صغاريت على الجزائر يا نساء، أعطونا صغاريت على الجزائر. ربي يحفظكم ويحفظ بلادنا إن شاء الله. أحبائي الأطفال، على بالكم بلي أنتم جيل الغد، وحنا رانا معولين عليكم باش تبنيو لنا الجزائر كيما بناوها جدادنا من قبل وأبائكم كذلك. وباش نبنيو بلادنا واش لازم؟ العلم. برافو برافو برافو، العلم. أحبائي ترقى الأمم بالعلم، العلم. طلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، اطلبوا العلم ولو كان في الصين. العلم نور والجهل ظلام. برافو أحبائي، برافو برافو. العلم العلم ثم العلم يا أحبائي. وش رأيكم؟ تعرفوا الأغنية تاع قلمي؟ قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، القلم هو وسيلة للعلم أحبائي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. يلا تغنوا كامل معايا، قلمي قلمي صغير الحجم كامل. لا ما ملهيك، ما ملي راكم الهيك، راكم تسمعوا يا أخي. لو يسمع يرفد يدو، يلا باش نشوف. لو يسمع الهيك يرفد يدو، ليه 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 ليه، راكم تسمعوا؟ واحد ما رفد يدو ما كنتش تسمعوا؟ ها راكم تسمعوا، أوكي. منا راكم تسمعوا؟ راكم تسمعوا مليح؟ خلاص. إذن قلمي قلمي صغير الحجم بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. يلا معايا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك
قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلم صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلمي. برافو برافو أحبائي، برافو. بالعلم ترقى الأمم، بالعلم ترقى الأمم. أحبائي، ميلا ولاية ومدينة العلم والعلماء. أحبائي، إذا أنتم كأطفال أولاد هذه الولاية لازم تكونوا كفء لهذه المسؤولية هذه، لأن ميلا معروفة مدينة الثوار، مدينة العلم والعلماء. أحبائي يا أخي، أحبائي على بالكم باللي كاين سد، أكبر سد في الجزائر، تعرفوه؟ تعرفوه؟ أكبر سد في الجزائر، بني هارون، برافو، وين جاي؟ وين مكة؟ في ميلا الجميلة. هذا السؤال كنت طرحته عدة مرات في حصة مع عمو يزيد، ولكن رايح دركا كي نجي هنا، نطرح لكم هذا السؤال ولكن بصيغة أصعب شوية، لأنه مسؤوليتكم من خلالكم، من خلالكم رايحين اليوم نعرفوا الناس بتاريخ شوية سد بني هارون، وقتاش بدا رسميا بناء سد بني هارون، وقتاش افتتح رسميا. يلا، وقتاش بدات الأشغال رسميا، ماشي فعليا، وقتاش بدات الأشغال رسميا في سد بني هارون، وقتاش افتتح. عطوني السنة فقط، السنة فقط، عطيني الميكرو. شكون اللي عنده الجواب؟ ما كانش الجواب، تخلعونيش. عطي الميكرو للشباب هذاك، عقبلوا الميكرو، عقبلوا الميكرو. هاو مرانا، زيد زيد فوالا. واسمك؟ سلامي محمد أنيس. محمد أنيس، شحال في عمرك ولدي؟ 10 سنوات. حتى تفكر باش تقولي شحال في عمرك، نسيت، حاب تقعد صغير. ها 10 9 ونص 9 تعاو. شحال في عمرك؟ ها تسقسيها، تسقسي اختك الكبيره، واش قالت لك؟ شحال قالت لك؟ 9 ولا 10؟ 9 ونص. 9 ونص، هي 9 ونص، الله يبارك. ها ذاكر وليدي، كي نكملوا ماشي مشكل. اذا محمد، وقتاش بدات الاشغال رسميا تاع سد بني هارون؟ سنه 2015. رجعنا الميكرو تاعنا، معليش معليش. شكون يعرف الجواب؟ اعطي للشباب هذا، اعطي له. هاوليك هاوليك فوالا. واسمك؟ ابراهيم. ابراهيم، الله يبارك. وقتاش بدات الاشغال رسميا في السد؟ في 1998. لا 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 لا، رجعوا لي الميكرو تاعي. شكون يعرف؟ عطيني الميكرو. تعرف؟ واش تعرف؟ يلا، واسمك؟ أحمد. مرحبا بك يا عمو يزيد في ولاية ميلا. برافو، ربي يطول عمرك وليدي. أنا عمبالي عندك. اسمي هو أحمد حسام الدين أواطي. الله يبارك ولدي، شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، شاطر، الله يبارك. تعرف وقتاش بدأوا الأشغال في السد؟ بدأت الأشغال في السد عام 1999. لا 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 لا، مقبل شوية، لا لا مقبل شوية، مقبل شوية، مقبل شوية. يلا يلا، أعطونا الجواب. أعطي الشاطرة هذه، أعطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ لينا. لينا، شحال في عمرك لينا؟ 11 يوم؟ 11 سنة. 11 سنة، الله يبارك بنتي. ضحكتي كي قلت لها 11 يوم. إذن بنتي شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، ما غلطتيش دركا، برافو. وقتاش بدات الأشغال في سد بني هارون؟ 2004.
لا لا بنتي لا 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 مقبل مقبل. أعطي الشباب هذا واسمك؟ إياد. واسمك؟ إياد. إياد الله يبارك إياد. شحال في عمرك وليدي؟ 12 شهر؟ سنة. لا سنة الله يبارك. وقتاش بدات الأشغال في سد بني هارون؟ 1978. لا 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 لا. شكون؟ يلا نشوف. هاك واسمك بنتي؟ وصال. وصال. وصال الله يبارك وصال. شحال في عمرك وصال؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وقتاش بدات الأشغال في سد بني هارون؟ 78. وش هي 78 هذه؟ قبل الميلاد؟ 1900. ها؟ 1978. هذا وين قالها بالصح؟ وقلت له لا لا. أعطيني الميكرو. 1900. أعطي هذه المحاولة أخرى. 1978. مي هذا وين قالها؟ 1978. ماشي 1978 أحبائي. يلا شكون؟ شوف الشاطر هذا. أعطوا له الميكرو. واسمك ولدي؟ كريم. كريم. شحال في عمرك كريم؟ 14 يوم؟ 14 سنة. شحال؟ 14 سنة. الله يبارك ولدي. شاطر في الدراسة؟ إيه. ربي يوفقك إن شاء الله. وقتاش بدأت الأشغال في سد بني هارون؟ 1976. لا 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 لا. دقيقة 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 أحبائي. شكون؟ يلا عطي الميكرو لهاد الشباب. هذا هذاك. واسمك ولدي؟ آدم. آدم. شحال في عمرك آدم؟ 10. 10 أيام؟ 10 سنوات. 10 سنوات. وقتاش بدات الأشغال في سد بني هارون الجميل؟ في 1994. لا 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 95. لا 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 95 لا 94 لا 96 لا 97. يلا راح نروحوا منا شويه. ليها ليها. 1988. واسمك بنتي؟ هبه الرحمن بن الشاوي. هبه الرحمن الله يبارك بنتي. بين شاطره في الدراسه. شحال في عمرك؟ 11 سنة. جيتي الاولى؟ وش هي هذه الاولى يعني؟ الاولى على المدرسه ولا على الولايه ولا على القسم؟ المدرسة. جيت الأولى في المدرسة صح؟ الله يبارك بنتي. إن شاء الله عمو يزيد يتلقى بك تكوني طبيبة جراحة ولا دكتورة إن شاء الله. ولا مهندسة ولا. وقتاش بدأت الأشغال في سد بني هارون؟ 1988. برافو. تعالي تعالي تعالي. 1988 أحبائي رسميا، ولكن فعليا بيان سور بداوا العام اللي موراه في 89. معلش صبروا شوية. ولكن المشكل موش هنا. وقتاش انتهت الأشغال؟ شكون يعرف الجواب بنتك هذه؟ لا لا تعطيها الجواب تعرفي. تعالي بنتي تعالي 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 نعطيك الهدي. 1988. سنة 1988 هو البداية الرسمية لبناية سد بني هارون. أعطيني الهدية تاعها. برافو. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية. إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله بنتي إن شاء الله. تفضلي تفضلي. جبتوا لنا أصدقائنا. وش راك ولدي؟ راك مليح؟ وش راك؟ لاباس؟ لاباس؟ أعطونا تحية لهم. أعطونا تحية عليهم. أعطونا أعطونا ديرهم في الظل. الله يبارك. يلا درك الشطر الثاني من السؤال باش نبداو الأغنية. أعطوا لها الميكرو. الميكرو ورا. يلا ابعثوا الميكرو للشابة هذيك اللي ورايا ليك. زيدوا زيدوا زيدوا. يلا فوالا. واسمك بنتي؟ خديجة. خديجة. شحال في عمرك خديجة؟ 13 سنة. 13 سنة الله يبارك. شاطرة في الدراسة بنتي. وقتاش انتهت الأشغال من سد بني هارون؟ انتهت الأشغال سد ابني هارون سنة 2007. برافو. تعالي بنتي تعالي. أحبائي انتهت الأشغال بسد ابني هارون سنة 2007. برافو. وراي الشطرة؟ هكي هنا. الله يبارك.
أعطيه الهدية تاعها. إذن 2007 أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. العفو العفو بنتي تفضلي تفضلي. أحبائي إذن سد بني هارون من 88 حتى 2007 وحنا نسناو في الميسيل وحنا نسناو في الميل حق طولوا شوية بصح ما عليش الملاح يطول. أحبائي العمل ثم العمل ولكن هو مكتسب كبير كبير للجزائر أن يكون فيها سدود بهذا الحجم كامل. إذن تحية تحية تقدير وإجلال للناس اللي عملوا في هذا السد هذا لأنه ما هوش عمل سهل. واش رأيكم أحبائي دركا مدام قالت لي خالي بوليسي أنا نحب الشرطة علاش؟ أنا نحب كل إنسان لما تكون في خطر يجي ينقذك سواء سلك الأمن الوطني درك الوطني ولا الحماية المدنية اللي راهم هنا ساهرين على سلامتكم كذلك. عمو يزيد دار أغنية الشرطي نقول فيها أنا الشرطي المرور كلي بهجة وسرور والسرور تعرفوها؟ أنا الشرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا الشرطي المرور كلي بهجة وسرور. برافو يلا تغنوا كامل معايا أنا الشرطي المرور كلي بهجة وسرور يلا. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور. برافو 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 برافو. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو
يزيد. نشكر عمو يزيد لأنه فرحنا وحنا كنا مش فرحانين ولينا فرحانين. نشكر عمو يزيد اللي فرحنا بهذا الحفل في ولاية ميلا. نشكر عمو يزيد على الحفل يوم في ولاية ميلا. نشكر عمو يزيد على فرح لنا الأولاد نحاليهم الغمة. ولاية ميلا ما فيهاش هذو الامور بزاف. فرحنا الوليدات تاعنا، ربي يسروا الوليدات ولولادنا كامل، وفرحنا وليداتنا نجحوا في النجاح هذا كامل ويعطي الصحه. نشكر عمو يزيد كي جانا لولاية ميلا. نشكر عمي يزيد كما فرحنا ونحلنا من الغمة. احلى يا مامو يزيد. نشكر عمو يزيد اللي جا شرف ولاية ميلا ومرحبا به في كل وقت، ونشكره كيف فرحنا وفرح الوليدات. شكرا يا